كريم. عايز افهم، كابتن اسماعيل يوسف كل شويه يمشي ويرجع يمشي ويرجع، ايه السبب؟ السبب انت الاول، ايه القرار اللي انت قلته اللي احنا خدناه؟ قلت لكابتن اسماعيل يوسف ما بقاش مدير كوره في الفريق الاول، بقى مشرف على قطاع كره القدم. وكابتن عبد الحليم علي مدرب زي ما هو لكن ليه اختصاصات صلاحيات مدير كوره. المدير الكوره بالظبط. صحيح. تمام. لا ما فيش، هو وجهه نظر الجهاز مجلس الاداره دلوقتي ان لازم يبقى في تركيز اكتر، انضباط اكتر. فلقينا ان دلوقتي الفتره دي مناسبه لكابتن عبد الحليم، لان كابتن اسماعيل يعني بقى له معانا سنتين بصراحه ادى على اكمل وجه. لكن احنا قلنا ان ايه دي ترقيه، يعني هو يبقى ماسك قطاع الكوره في النادي كله دي ترقيه، مش تقليل منه. وانتوا شايفين الفترة دي ما فيهاش انضباط في الفريق احمد؟ الاستاذ مرتضى النهارده قعد مع اللعيبة واتكلم مع اللعيبة، انا مش عايز احرج اللعيبة. في حاجات حصلت خاصة بعدم اللعب. كان المفروض يتخذ فيها قرارات معينة، لكن وكابتن اسماعيل خد قرارات لكن تقريبا هي ما كانتش كافية يعني ان اللعيبة تنضبط. يعني انت بتقولي دلوقتي في لعيبه كانت مفروض تلعب وما لعبتش، طب ما دي لا امال ايه؟ في لعيبه كانت زعلانه ان ما بتلعبش، زعلانه ان ما بتلعبش. ولعبت اسمها في كره القدم اسمها ان انا الوي بوزي لما ما العبش بصراحه. يعني احنا ما سمعناش عن الموضوع ده. دي قصه ممكن تبقى زعلان لكن في حدود للزعل. لكن حصلت تجاوزات ما كانتش تنفع فرقنا زمان. يعني برضو الفترة اللي فاتت يمكن بعد ماتش امبارح ومن حوالي خمس ست ايام كده، انا كنت مستغرب شوية يا احمد ان كان نادي الزمالك الفريق الاول واخد اجازة خمس ايام، ومستر ماكلتش يعني قلنا مفيش مشكلة طبعا مستر ماكلتش يسافر اسكتلندا، ابنه تعبان وبيعمل عملية جراحية مفيش مشكلة، ولكن قلت ان فريق بينافس على بطولة الدوري، فريق بحجم نادي الزمالك، الفترة اللي فاتت تحس ان كان كل واحد متفرق في حتة، لعيبة المنتخب في المنتخب، مايوكا في زامبيا، معروف يوسف في نيجيريا، اللعيبه حتى اللي ما كانوش في المنتخب اجازه خمس ايام، فده حصل تشتيت وعدم تركيز في الفرقه، فلما الفرقه رجعت تاني تلعب سواء في الكاس او في الدوري الانسجام مفقود. اتفضل. اولا الزمالك بالعكس بيأدي اداء فوق العالي، لاول مره بشوف الزمالك مستوى كده. مش مشكلتي حضرتك ان في 50 هجمه جت على الاسماعيلي ما دخلش منهم حاجه، والاسماعيلي جات له هجمه دخل جون. خلاص، ففنيا احنا ما كانش عندنا مشكله فنيه، احنا شايفين ان الزمالك بيأدي اداء جيد. وبالتالي ما حصلش اي تغيير فني في الجهاز. بالعكس احنا شايفين ان هو ده الزمالك اللي احنا بنحلم بيه. ايوه احنا عايزين الزمالك يجي له 50 فرصه، بس هي الفكره ان احنا بنتمنى ان اللعيبه تبقى تركيزها اكتر وتدخل من الفرص دي. فالزمالك قدم مباراة كان أفضل كتير جدا بأي من أي فرقة هو لعبها لغاية دلوقتي، وكان أداؤه أفضل، لكن دي كرة القدم ممكن يجي جون وتتغير نتيجة المباراة. فإحنا سألنا الجهاز على بعض الحاجات، حاجات يعني بالنسبة لنا بتبقى مهمة زي الأجازة، فتم الرد عليها بشكل حاسم إن دي قرار الجهاز الفني بالكامل. راحة سلبية عشان في حمل التدريبي هيزيد عليهم، يعني حاجة فنية يعني مش ما لهاش علاقة، يعني ما بتأثرش بالسلب. وتم الرد عليا ان الراجل اللي شغال معايا المساعد بتاع مستر ماكليش ده دكتور في الأحمال. فهو قال ان اللي هو بس كان بص يعني اقول لك الكلام ده احمد معلش يعني مش عارف انتوا كمجلس إدارة اقتنعتوا بيه، بس هو مش مقنع للناس الفنيين، يعني مفيش حاجة اسمها مدرب أحمال والأجازة السلبية خمس أيام في وسط الموسم، فده كان قاعد كابتن إسماعيل يوسف وكان قاعد كابتن محمد صلاح وكان قاعد كابتن عبد الحليم علي وأكدوا لنا إن ده اللي المفروض كان يحصل. أيوه. ثلاثة فنيين مصريين أكدوا إن ده نتيجة لأن كان الحمل السنة اللي فاتت زيادة عن اللعيبة، واللعيبه كانت بتبقى في المنتخب بتتدرب، فهو كان عايز يديهم راحه سلبيه. ماشي ده يعني ده شأن داخلي طبعا ليكوا كمجلس يعني اداره وفي جهاز فني. احنا ما بندخلش الفنيات قوي، انا من حقي استفسر بالظبط، لكن مش من حقي اقول الصح والغلط. صح صح. طيب كابتن اسماعيل يوسف منصبه بقى مدير قطاع كره القدم، يعني مشرف على النادي كله في قطاع كره القدم سواء ناشئين او فريق اول. صحيح، لان هو عنده درايه، اشتغل في الدرجه الاولى بقاله معانا سنتين. وكان نزل فتره قطاع الناشئين، وكمان كان ليه دور في التعاقدات السنه اللي فاتت واللي قبلها. ايوه. ف
فهو ملم باحتياجات النادي الكرويه، فيقدر نحط سياسه عامه للنادي في كره القدم. الاستاذ مرتضى فعلا هيبقى مشرف على فريق كره القدم؟ لا، بس هو يعني في اهتمام زائد بفريق كره القدم، فرئيس النادي من حقه الاشراف المباشر على اي حاجه في النادي. أيوة. لانه في الاخر هو المسؤول الاول والاخير يعني. زعلان طبعا انت امبارح على خساره الزمالك من الاسماعيلي وابتعاد الاهلي فارق 9 نقاط زي ما طبعا كل الزملكاويه زعلانينه، وهل كده تحس ان الدوري بيروح ولا لسه بدري يا احمد على الدوري؟ لا، احنا عندنا ان شاء الله ثقه في اللعيبه وطلبنا منهم التركيز، وهم هو بص حضرتك كل المشاكل اللي كانت عندنا في الفريق نتيجه لعدم اللعب. ايوه يعني اللعيب ده زعلان انه ما بيلعبش، اللعيب ده زعلان انه ما بيلعبش. وهو خلي بالك موضوع الزعلان ده طبيعي في كل فرقه، ولكن انت قلت كلمه مهمه جدا، احكام السيطره على اللعيبه. يعني مش ما اكيد 100 فرقه اللعيبه اللي ما بتلعبش تبقى زعلانه، ولكن ازاي اسيطر على الفرقه واسيطر على اللعيبه ويبقى كل حاجه في حدود. يعني كل واحد زعلان جوه نفسه دي طبيعي، لكن ما تتعداش الزعل، ما تاثرش بالسلب على الفرقه. بالظبط. انتوا حسيتوا ان النقطه دي يعني شويه في الفرقه ما فيش التزام او ما فيش نظام في الفرقه، فبالتالي خدتوا قرار اداري يعني مش قرار فني. بالظبط. بالظبط. طيب تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وزي ما قال في تصريحاته ان كابتن عبد الحليم علي مدرب عام وهيبقى مدرب وفي نفس الوقت قائم باعمال